مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. أيام غريبة وعجيبة. المثل بيقول لك في مقالة: رزق الهبل على المجانين. هل حقا لا يمكن سقوط النظام بين المنطق واللا منطق والمعجزة؟ قامت قناتنا، قناة الملكة والأمير، بإجراء حوار مع بعض الأشخاص، و قام هناك شخص آخر بحوار مع ناهد متولي أو العابرة فيبي صليب، التي أثارت الكثير من القيل والقال حول عودتها للإسلام مرة أخرى. من هي ناهد متولي؟ ناهد محمود متولي هي شخصية ملفتة للانتباه ومثيرة للجدل في مصر، إذ كانت تشغل منصب وكيلة شؤون الطالبات في إحدى أبرز مدارس القاهرة. وتعتبر ناهد متولي من مواليد 1942، وكانت بتتميز في مجال اللغات المتعددة وبتتقن عدة لغات بمهارة عالية. تركزت انتباه الجمهور حول ناهد متولي بسبب اختيارها الملفت للنظر بتغيير ديانتها والانتقال إلى مسار ديني مختلف، وقد أثار هذا القرار الديني نقاشا حادا وتأثيرا على سمعتها العامة، مما جعلها محور اهتمام وتساؤلات كثيرة. رحلة ناهد متولي تمتاز بتعدد جوانبها، إذ كانت تجمع بين قضايا دينية معقدة والتفرغ لمجالات التعليم والمشاركة في المجتمع. ما هي ديانة ناهد متولي؟ سنة 1990 اتخذت ناهد متولي أو ناهد محمود متولي قرارا غير متوقع بأنها تركت الإسلام وانتقلت إلى المسيحية، وبدأت تنتقل إلى صفوف الأصوات الناقضة للإسلام، حيث أصبحت ناشطة متحمسة ضد الدين الإسلامي كما اتبعه أو الذي تركته، كما كان يتبع زكريا بطرس هذه الانتقادات. واستفاد منها بواسطة عدة منظمات تشريعية، وأطلق باسمها حوالي 20 كتاب تم نشرها خلال تلك الفترة. شاركت ناهد متولي أيضا في مقابلات وبرامج تلفزيونية على عدة قنوات مسيحية، واعتمدت موقفا داعما لأنها أعادت تبشر للمسيحيين على مدار 30 سنة من النشاط التبشيري. وكانت هي وزكريا بطرس يقوموا بانتقادات الإسلام، ووصل سنها 80 سنة. أعلنت ناهد متولي عن اعتناقها للإسلام مجددا، وقدمت اعتذارا للمسلمين الذين تأثروا بانتقاداتها السابقة، وأعربت عن توبتها ومن المواقف والأفعال التي سبق لها وإن اتخذتها. أمور غريبة وعجيبة. ما الذي يحدث في هذه الأيام؟ الكثير يترك المسيحية، وهناك أشياء كثيرة تلفت النظر. ناهد متولي من مسلمة تضطهد المسيحيين إلى مسيحية تبشر المسيح، ثم أيضا إلى مسلمة تهاجم يسوع المسيح. ناهد متولي من مسلمة تضطهد المسيحيين إلى مسيحية تبشر بالمسيح إلى مسلمة تهاجم أيضا يسوع المسيح. علق الكاتب المعروف ماجد سوز على ما تم بثه أو ما بثته القنوات وما تداوله شبكات التواصل الاجتماعي حول تغيير السيدة ناهد متولي إلى الإسلام مرة أخرى. كانت وكيلة، أو قصة ناهد متولي هي وكيلة مدرسة تضطهد المسيحيين، وبعد أن ظهرت لها السيدة العذراء في أوائل التسعينات آمنت بالمسيح وتركت مصر وألفت عدة كتب تبشيرية، وخلال هذه المدة حاولت أن تتواصل مع أولادها. كانوا يرفضونها ثم منعوها من الاتصال بأحفادها، وكان شرطهم إنها تترك المسيح مرة أخرى، وضعفت لأجل أن تعود وترى أولادها وأحفادها. العجيب أن تظهر السيدة العذراء في نفس الوقت التي ترتد فيه ناهد متولي عنها وتشفي مسيحي مقعد من 7 سنوات، وفي نفس الوقت تفتح أعين أعمى مسلم، وكأن ما حدث هو صياح الديك ليذكرك يا ناهد بتعهدك للمسيح. نصلي من أجلك ومن أجل خلاصك أنت وأهل بيتك، والمجد لك يا رب، والسلام لأمك حبيبتنا وأمنا العذراء مريم والدة الإله مخلص العالم. ناهد متولي زي ما قلنا هي شخصية ملفتة للانتباه ومثيرة للجدل في مصر، وكانت تشغل منصب وكيلة شؤون الطالبات في أحد أبرز مدارس القاهرة،
وتعتبر من مواليد 1942 وتبرز نهاية متولى في مجال اللغات. عايزين نعرف ايه اللي بيحصل الايام دي صراحة، وليه كتير قوي يترك المسيحية، وليه في ايه السبب. وطبعا احنا عارفين ان الدكتورة سالي بالفعل تركت المسيحية، وبعد عودة المعيدة مريم سمير فايز وتعود وهي يعني وشها مشحوب هي قدام الكاميرات، وكانت مش عارفة تتكلم، وحتى وهم بيقولوا لها قولي بحبك يا عذراء كانت صعب ولسانها تقيل، لكن بتقول يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا. وهنكمل موضوع سمير مريم سمير فايز، وهل هي بالفعل هربت واتجوزت من شاب مسلم مرة أخرى، كل ده هنشوفه مع بعضنا. مساء الخير احبائي واعزائي، مع قناتكم قناه الملكه والامير، بالصور مريم سمير تشارك نهضه السيده العذراء بالعريش وتلتقي بالانبا كوزمان وسط فرحه كبيره لاسرتها. كل الخدع وكل القدرات التي يتحدث عنها، ولكن معنا نحن قناه الملكه والامير ننطق بالحقيقه كامله. يقال أنها شاركت مساء اليوم مريم سمير فايز المعيدة بجامعة العريش نهضة السيدة العذراء بمقر المترانية الشمالي الجيزة بالعريش وسط فرحة أسرتها وأحبائها، ووسط ابتسامة وفرحة لمريم داخل كنيستها. كما التقت مريم وأسرتها نيابة الأنبا كوزمان أسقف شمال سيناء وتحدثت معه فترة طويلة، وقدمت كل الشكر لله لمرور هذه التجربة الصعبة التي مرت بها وعودتها لأسرتها، كما قدمت كل الشكر لمن ساندها وقدم كل محبة وصلاة لها. وتحدثت مريم في اتصال هاتفي معنا نحن كصحفيين، واكدت انها بخير وسعيده بوجودها مع اسرتها، وبصرت التعب اللي ظهرت من خلاله في فيديو كنيسه السيده العذراء مستور انها كانت متعبه لانها لم تكن نائمه لفتره طويله وكانت في حاله تعب شديد وكانت تحتاج لراحه، وانها اليوم شاركت في نهضه السيده العذراء بكنيستها كالمعتاد. كما اكد والدها سمير فايز ان ابنته داخل كنيستها بارادتها وسط احبائها، ومحاولة البعض الطعن في فيديو عودتها أثناء تصويرها مرفوض تماما، فهي ظلت يوما كاملا دون نوم، وظلت داخل تحقيقات الشرطة والأمن الوطني لإنهاء كافة الإجراءات قبل تسليمها أنها تعيش حياتها بشكل طبيعي في منزلها وتخرج لكنيستها. مريم سمير فايز، الكل يبحث ويتكلم، والكل يطعن، والكل يشمت، وشماتة ما لا شماتة من كل الجهات، ولكن لماذا؟ هل إنها تركت المسيحية وذهبت إلى إخوتنا المسلمين؟ هذا عبث وكل العبث. وأيضا هناك من لا يقدر أبدا أن الأخت مريم سمير فايز وهي عودة شابة مصرية إلى الكنيسة بعد إشهار إسلامها أثار جهور شابة مصرية مسيحية تدعى مريم سمير فايز داخل كنيسة مصرية جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إشهار إسلامها، ونطقت الشهادتين في مقطع مصور، وشكك الكثيرون في السبب الحقيقي وراء عودة مريم للكنيسة على هذا النحو وسط غيابه رد رسمي من الأزهر الشريف. يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة، أمور عجيبة وكلام كثير وكلام كله عبث وليس به أي نوع من الحقيقة. الكل يبحث عن الشهرة، الكل يبحث عن الترند، الكل يبحث عن كلام يثير الشك والجدل، لكن هناك بعض الأقاويل البذيئة من جريدة خارج السرب وتعرض وتقول أن الرئيس السيسي يجامل الكنيسة على حساب حرية المعتقد لأهداف ما. هذا المقال مرفوضا تماما، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المواطنة، الرئيس الذي يعشق كل وطنه بكل قلبه. أما قصة الدكتورة مريم سمير فايز في رحلة البحث عن الهوية والعودة إلى المسيحية، كلام يثير الجدل وكلام كله حكايات وروايات وحاجات تثير وتشعل الفتنة الطائفية. نعم، حكاية مريم سمير كاملة وتحذيره قبل اشتعال نيران الفتنة. وكشفت
لنا الجريدة التفاصيل الكاملة لكل ما يحدث لمريم سمير، طالبا من الجميع وعدم المكايدة حتى لا تشتعل الأمور. حكاية مريم سمير الحقيقة إنها تخرس الفتنة في المهد وفي البداية. الحكاية بدأت بخبر جاءني أن معيدة في كلية اقتصاد منزلي جامعة العريش وتقوم بتحضير ماجستير بجامعة المربية اختفت بإرادتها، لم تخطف. وأشارت إسلام هذا كان رد فعلي: هي حرة لأن الاعتقاد أمر شخصي. وبعدها بدأت حبلة الفتح العظيم من مرتزقة اليوتيوب، وأنا أتابع وأدركت جيدا أن المعيدة المحترمة أصبحت سلعة مثل أي سلعة، وكل شخص مرتزق سيقوم بإرسال تفاصيل حالتها للجمعية التي يتعامل معها ويأتي من ورائها بمجموعة من الدينارات والدولارات والريالات. ورجوع مريم سمير، قبل رجوع مريم سمير بليلة تحديدا الساعة 2 بالليل، وصل لاتصال من مصدر لي أخبرني بالآتي وقال لي: يا فلان، مريم والشاب اللي كان مرتب للجواز معها في أمن الدولة حاليا. فسألت ليه، فكان الرد: يتم استكمال المحضر المتقدم باختبائها. وقال الولد ضغطوا عليه عشان يبعد عن المشاكل، فرد الشاب المسلم وقال: انا ماليش علاقه بيها. فقلت: هي بتبيع لا وهي اللي بعد دينها، وهو مش متحمل تحقيق صغير ستقول فيه انها مسلمه، وانتهى الامر ويعيش بعدها بثبات وثبات. المهم عرفت ان مريم سمير حينما علمت ان كل الطرق اغلقت امامها قررت انها ترجع، وهي اللي طلبت هذا الامر ولم يخسرها احد. ولو الكنيسه بتغصب حد ما كانت غصبت سالي نسيم، ولا ما فيش منطق. المهم علمت بقرار مريم سمير الساعة 4 صباحا، وتأكدت من أكثر من مصدر إن الشاب رجع بيته من غير مريم سمير وباعها ورماها. فأرسلت خادم تواصل مع أسرة مريم سمير المكالمة مسجلة، وقال إن مريم سمير هترجع قبل رجوعها بيوم كامل، ومن فضلكم خلوا الأمر يمشي بدون، لأن مريم سمير رجع من صدمة شكلها كذا وكذا وكذا وكذا. كل ده أنا والخدام اللي معايا بنحافظ على إن ما يحصلش أي مكايدة طائفية تتحول الى عاوزين اختنا كماليا، ونعطي فرصه للتطرب. لكن نتفاجئ ان اسره مريم سمير وبعض الاشخاص نازلين مكايدات. فحابب اوجه لهم كلمه: مريم سمير كانت بايعه الكل من اجل شخص، ولولا ان كل الابواب اغلقت امامها ما كانتش هترجع. ولا حد فيكم اصلا انه كان متابع الحاله ولا لا، حتى كانوا عارفين هي فين ومع مين. وحاليا الطرفين نازلين راس امام بعض. هي راحت حبت واد مسلم وجريت وراه، ولكن الواد من اول التحقيق رجع وتنازل عنها وبحها بسهولة. حكاية مريم سمير هي حكاية عادية لبنت لا تعرف دين، ومستحيل لا تكون قراءة قرأت فارس كلام مقدس هي عقيدة. هي بس هربت من مشاكل بيتها لجنة موعودة في حضن فارس الأحلام على حصان أبيض، وصحيت من حلمها على كابوس إنها تترمي في الشارع وبيتاجر بيها من كل الأطراف والأرض، وكانت يعني هيرقصوا على جثتها. ممكن نفوق قبل السقوط في بخ بيتنا، ولا لسه عشاق اللقطة ما شبهوش. الجدير بالذكر انها مئات القراء بالهجوم على موقعنا بعدما انفردنا بخبر عودة المعيدة مريم سمير الى حضن السلطة مرة اخرى بعد قيامها برش شهادة اشهار اسلامها. وبعدما خرجت بس مباشر مع محمود داود تؤكد اسلامها، الجميع قالوا ان عبارة ان احنا بنروج اشاعات، لكن كان ردنا باننا متأكدون من صدق المعلومة اللي لدينا، وان مريم سيتم تسليمها لاسرتها خلال ساعات، ولم تمر ساعات طويله وبالفعل رجعت مريم سمير بعد ما هربت من اهلها وحبت شاب مسلم. وكانت مريم سمير في الكنيسه بدون الحجاب وداخل الكنيسه والصليب على ايديها ومع المحامين. وردت معلومات لمحررنا من مصادره الخاصه بان المعيده المعروفه مريم سمير والتي اثارت مشكلتها لغطا كبيرا على شبكة التواصل الاجتماعي ستعود الى السلطه مره اخرى، بالرغم من خروجها في بث مباشر واشهارها للاسلام ونشر شهاده الاشهار ايضا قدام محمود داود. الغريب في الامر ان صفحات كل من محمد رياض سرور ومحمود داود المهتمين بشان المعيده مريم سمير وقاموا بنشر شهاده اشهار اسلامها، بجانب قيام محمود داود باجراء حوار مباشر معها من خلال بث مباشر، لم يذكروا اي معلومه بشان عوده المعيده مريم سمير الى اسرتها. ونشرت صفحات الجروبات المسيحيه صوره للمعيده مريم سمير عزيز حكيم 25 سنه بالحجاب بجانب صوره اشهار اسلامها. وتقوم الباحثة مريم سمير بإعداد رسالة ماجستير بجامعة المربية من مواليد العريش وباحثة بجامعة للعريش. اختفت من يوم 30 يوليو وذهبت وراحت لموقف المرج بالقاهرة للذهاب للعريش، وربط اسم المرج والعريش انهم يعملوا محضر. لكن حاجة غريبة قوي وكلام ان خروج نص 20 مليون، نص مليون زائر وبيحتفلوا بسلام السيد العذراء بني سويف.
تحت امر محافظه بني سويب على مدار 15 يوم بعد صعود بعيد صعود السيده العذراء حتقوس المهمه اللي ليها مكانتها في الدير العذراء مريم في بياض العرب بمركز بني سويب، وهو احدى المناسبات التي شارك فيها المقاومات والمسلمون منذ بدء صيام السيده العذراء 7 اغسطس، وعلى مدار اسبوعين لا تنقطع الاحتفالات داخل الدير حتى ختام فتره الصيام. وترأس الان بغبريال اسقف بني سويب قداسا يوميا بثيابه البيضاء وسط فرحه شعب ابرشيد بني سويف بعد انتهاء اعمال تطوير مباني دير السيده العذراء مريم، وتتواجد الاجهزه الامنيه على مدار 15 يوم لتامين الاحتفالات اليوميه. وبدأ دير السيدة العذراء باستقبال الزوار، واستقبل على مدار 15 يوم نحو من نصف مليون زائر من جميع أنحاء مصر. وإحنا طبعا سمعنا عن المعجزة الكبيرة اللي عملتها السيدة العذراء مع الشاب اللي كان مشلول لمدة أكثر من 8 سنوات في كنيسة العذراء والبابا كرولوس عزبة النخل. وكمان أيضا بتيجي أعداد كبيرة من عدة دول تشهد الاحتفالات المشاركة مئات الآلاف من المواطنين من مختلف محافظات مصر وخارجها. ويعد صوم السيدة العذراء من الأصوام التي يحرص الأقباط الأرثوذكس على تأييدها تقديرا لمكانة السيدة العذراء مريم بالكنيسة القبطية. وقال غبريال تم تطوير دير السيدة العذراء مريم واتخاذ إجراءات إضافية لضمان سلامة المترددين على الدير ونجاح تنظيم الموسم وسيولة الحركة داخل وخارج الدير تماشيا مع الوضع الأمني، حيث تم منع دخول السيارات إلى الدير باستثناء الحاصلة على تصريح، كما تم إلغاء تواجد الباعة وأصحاب الملاهي خارج الدير والتنسيق مع الجهات الأمنية. أضاف غبريال أن بناء دير السيدة العذراء يرجع إلى القرن الخامس عشر ويقع في المنطقة التي عثرت فيها ابنة فرعون على طفل موسى، وأن دير السيدة العذراء له بركة وتأثير روحي على زائري مستمد من مرور العائلة المقدسة في الدير طريق رحلتها إلى جنوب مصر. المقال طويل ومش عايزين نطول عليكم، وشكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى لكم الخير. وأسرة مريم سمير بتشكر كل من ساندهم في عودة ابنتهم وسعادتهم، وطيارات الشر بتحاول إنها تتاجر بهذا الموضوع، ولكن ربنا الأجمل والأحلى. وأشكركم على قناتكم مع قناة الملكة والأمير، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم. آمين.